اتوقع لا، بس اتمنى مكسب يعني الاهلي ان شاء الله. وحشوني وان شاء الله باذن الله في اقرب فرصه اكون معاكم يعني. نادي عريق، وتحياتي للكابتن محمود الخطيب ولاداره النادي الاهلي العظيم. انا سعيد ان الاهلي والزمالك بيلعبوا في نهائي افريقيا، ودايما البطولات مش هتخرج بره النادي الاهلي، ولو فاتت الاهلي ان شاء الله الزمالك يسد. جمهور الاهلي هيفهم ان من ضريبه مهنتي، انا ما اقدرش اقول اهلاوي ولا زملكاوي، ولكن في بيحسوا يعني، اكيد الجمهور هيحس انا بنتمي لايه. اتمنى ان شاء الله فوز الاهلي وحصوله على كاس افريقيا التاسعه، وبنقول لهم التاسعه يا اهلي، وان شاء الله نبارك لجمهور الاهلي والكابتن الخطيب. الاول انا مبسوطه قوي ان انا قناه النادي الاهلي، النادي اللي بحبه. انا اهلاويه يا جماعه على فكره، جمهور الزمالك ما يزعلش، بس دي حاجه انا بقولها دايما. ان شاء الله احنا اللي هنكسب. اللعب امام الزمالك فريق مش سهل، وفريق كبير واحد قطبي الكره المصريه معانا يعني. يعني توقعي انا الشخصي 3-0 يا جماعه. الاهلي حديد، الاهلي حديد، الاهلي حديد. انا بحب الاهلي صراحه. اهلاويه؟ لا انا ما بحبش التعصب، بس انا بحب النادي الاهلي، بموت فيه، وهو ده النادي بتاعي من وانا صغيره لغايه دلوقتي. مين فيكم اشطر كتكوت ياخدوا الكوره بالشلول؟ يعني يا جماعه دي كوره، يعني كوره، واحنا بنحب بعض وكلنا اصحاب. انا صحابي زملكاويه على اهلاويه على اسماعيليه على اسكندريه، فالدنيا حلوه يعني، مفيش حاجه، ما عندناش تعصب والله، احنا بس اللي بنكبرها. جمهور النادي الاهلي جمهور عظيم، وانا اهلاوي وبحب الاهلي، بس مش متعصب. ان شاء الله هنكسب يعني باذن الله. وشايف هيبقى في حماسه كبيره جدا طبعا، اللعيبه كلهم متحمسين، ان شاء الله يعملوا ماتش قوي باذن الله. مبسوطه اني كنت معاكم، وكل سنه وانتم طيبين.